السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة إنسايد أكواريوم، أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن مرض خطير ممكن يصيب الأسماك، ولا قدر الله ممكن يصيب أو يعدي الإنسان. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أتمنى منكم دعم القناة والاشتراك لنستمر وليصلك كل جديد عن أسماك الزينة. الفيديو بتاعنا النهاردة يعتبر فيديو تحذيري، عشان كده هتلاقي المدة بتاعت الفيديو بتاعنا صغيرة، بس احنا حبينا نقول لكم على بعض الاجراءات اللي انت تاخدها او نحذركم من المرض ده، لانه مرض خطير من الممكن ان هو يتنقل للانسان. فاحنا مش حابين الهواية بتاعتنا اللي احنا بنحبها وان هي بنستمتع بيها ان هي تكون سبب في مرض ليك او تكون سبب في مشكلة لأي حد. المرض اللي بيصيب أسماك الزينة ممكن يتنقل للإنسان اسمه السل الجهازي، ده الاسم الشائع ليه. اللي بيسبب المرض نوع من أنواع البكتيريا. الأعراض الظاهرية للمرض هتلاقيها مختلفة، ممكن تلاقي حجم السمكة بيقل أو بتلاقيها خس جامد، أو ممكن تلاقي المعدة بتاعتها مشفوطة لجوه أو متقلصة، واحيانا بتلاقي التهابات على الجلد. في الغالب هتلاقي كل الاعراض دي متجمعه في السمكه، واي واحد فينا سواء هاوي مبتدئ او محترف هيقدر يلاحظ المرض ده بمنتهى السهوله. برضو من ضمن الحاجات سلوك السمكه، هتلاقي دايما رافضه الطعام، دايما رافضه الطعام، وعندها فقدان في الشهيه، ودايما عندها خمول وكسل كبير، وبتحب تستخبى كتير. طرق علاج المرض ده من الامراض اللي صعب جدا ان انت تعالجه، لانه بيصيب الخلايا اللي موجوده في السمكه من الداخل. بس احنا ممكن برضو نجرب معاه مضاد حيوي تتراسايكلين، بتحط قرص في الحوض بتاعك لو على لكل 50 لتر، او مضاد حيوي زي سلفات كانامايسين او ستريبتومايسين. كل دي مضادات حيويه ممكن تجربها، تحط قرص من اي منهم على لكل 50 لتر، يعني الحوض بتاعك 50 لتر هتحط قرص واحد، لو 100 لتر هتحط قرصين على الحوض بتاعك، وتغير طبعا مية لمدة 3 أيام دوريا، ربع المية لمدة 3 أيام دوريا. الملاحظة بقى أو التحذير اللي احنا عاملينه عشانه الفيديو بتاعنا ده، مرض السل بالرغم انه نوعه مختلف عن السل اللي بيصيب الإنسان، ربنا يعافينا جميعا، السل اللي بيصيب الإنسان من الأمراض الصعبة جدا واللي علاجها طويل الأمد، إنما السل اللي بيصيب أسماك الزينة نوع مختلف تماما، ولو صاب الإنسان يعني أضراره أقل كتير جدا من السل اللي هو بيصيب الإنسان. السل اللي هو بيجي للسمك ممكن يصيب الإنسان عن طريق إن أنت لو إيدك مجروحة أو صباع من صوابعك مجروحة وحطيتها في الحوض، ممكن المرض يتنقل ليك. بيسبب مرض السل اللي هو بتاع الأسماك لو انتقل للإنسان التهابات للجلد. فإحنا بننصح كل هاوي إن أنت لما تيجي تحط إيدك في حوض السمك لازم تحاول تلبس جوانت يبقى طويل، بحيث إن المية ما توصلش لإيدك أبدا. ويفضل طبعا لو أنت لاحظت على أي سمكة إن عندها مرض السل إن أنت تعزل السمكة دي تحطها في حوض الحجر، وان انت تحاول تطلع كل السمك على قد ما تقدر، وتحاول تطهر الحوض بتاعك كله من اي حاجة. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. انا حبيت بس اعمل لكم الفيديو ده حاجة عبارة عن حاجة تحذيرية كده، اتمنى اكون افدتكم بشيء. ربنا يحافظ علينا جميعا ومحدش تعرض لاي مكروه. لو في اي تعليق ليك او اي استفسار سيب لنا كومنت اسفل الفيديو، وإن شاء الله أرد عليك أسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.